نظريه ديالي الفرقه ديالنا في المستوى 2-1 ان شاء الله غادي نربحوا ب 2-1 مينيموم 2-1 سي سي با بلوس. باش نقول لك انا كنبغي الكره الفرقه الوطنيه ما كاينش شي واحد في المغرب اللي ما كيبغيهاش. كنتمنى ان شاء الله تربح واخا صعيب شي شويه لان المناخ ماشي بحال هنا، ولكن الفرقه في المستوى انا كنظن في المستوى مستعدين باش يربحوا ماشي بزاف 2-1 1 0 ماشي اكثر من هذاك الشيء 100% ان شاء الله. شحال النتيجه غتكون؟ شي 2-0 ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. ان شاء الله طمع عندي سي الله الله يحفظك. شكرا 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 جيد. الله يرحم لي الوالدين الله يجازيه بخير على التشجيعات ديالو على شلا حوايج زيد منتخب قدام. الله يرحم لي الوالدين. اه تفرحنا بزاف صراحه هي هذه واخا وين تفرحنا وشكرا. اول مباراه انا كتبان لي مباراه سهله وكنتمنى اننا نربحوا انا 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله سميتو حاسين باللعاب ديالو الصراحه غيقدم واحد المجهود وداك الشيء اللي بينوا في كاس العالم باش كيبقى المنتخب ديالنا هو اللي كيبقى عليه الضغط بانك بينتي في كاس العالم خاصك كاس افريقيا خاصك انك تبين باش سميتو داك الشيء اللي بينتي في كاس العالم خاصك تعاودي في كاس افريقيا وحنا خاصنا ان شاء الله نديو كاس افريقيا ولا على الاقل بدا نوصل في النهائي وخاصنا نديوها ولا نوصل النهائي. الرساله كنوجه لهم افريقيا ماشي بحال اوروبا الصراحه كاين شويه افريقيا عندهم شي لاعب ماشي بحال ديال اوروبا واللعاب ان شاء الله راه حاسين بهم فهمتي غيقدموا المجهود ديالهم ووليد الركراكي راه كيبينين في كاس العالم راه غيبينين ثاني في كاس افريقيا وان شاء الله كنتمنى 3-0 المنتخب. بالنسبه للنتيجه ديال المنتخب فالمنتخب المغربي هو فافوري كما كنقولوا عنده لافونتاج خصو ينتصر باش يبين السي عموش الناخب الجزائري باللي ان المغرب ما كيربحش المقابلات لا بالتحكيم لا بالاجواء الافريقيه لا بالرطوبه لا بالحال السخون لا بارتفاع الحراره لا حتى شي حاجه. المنتخب المغربي غادي يكون حاضر وغادي يؤدي واحد المقابله في المستوى وغنتصر ان شاء الله لاننا عندنا من اللاعبين ومن الامكانيات ومن اي الاجواء اللي توفرت للمنتخب المغربي خصنا ننتصر ولا بد من الانتصار في كاس العالم في قطر. ما جا الصدفه وانما جاء عن طريق العمل والعمل والقجع والمنتخب المغربي وعاش الملك وعاش الشعب المغربي والمغرب ديما في القمه وغينتصر وحنا اسود ماشي ديال المغرب ولا اسود ديال الاطلس وانما حنا اسود ديال افريقيا ان شاء الله. اما النتيجه فان شاء الله غتكون 3-1 او 3-0.